هامة جدا مع المهندس خالد عباس المشرف العام على الكرة في فريق إيستن كومباني. برحب بحضرتك، وأكيد عندنا كلام كتير جدا هنبدأه مع الاستعدادات الأخيرة لفريق إيستن كومباني. ساعات خلاص بتفصلنا عن انطلاقة لقاء هام لنادي إيستن كومباني أمام نادي الزمالك. وفي البداية قبل ما حضرتك تكون معايا في المداخلة الهاتفية، وضحت إن فوز فريق إيستن كومباني النهاردة بيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهيبدأ إن هو يزاحم الفرق أو يهرب شوية من منطقة الخطورة. فعايز أعرف استعدادات الفريق وطموحاته من مواجهة نادي الزمالك في لقاء النهاردة. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن محمد. اهلا بيك. يعني كنت سامعني يا كابتن؟ سامع حضرتك، وكنت استعرضت مع حضرتك موقف يعني او موقف سيراميكا فريق إيستن كومباني في مباراه النهارده. طبعا له من النقاط 10 نقاط، بيواجه نادي الزمالك متصدر جدول الترتيب. نادي الزمالك اكيد عنده مساعي ان هو يستغل تعثر نادي الاهلي امام سيراميكا امبارح، واكيد في نفس التوقيت إيستن كومباني بيحاول ان هو يعود مره ثانيه للنتائج الجيده اللي كان بداها بتعادلات هامه زي المصري بورسعيدي والاتحاد السكندري، فوز هام على امبي وعلى سيراميكا كليوباترا، ولكن اخر مباراتين النتائج ما كانتش جيده. فبعرف من حضرتك استعدادات كل هذا اللقاء. ان شاء الله رب العالمين احنا مستعدين للقاء كويس جدا، وان شاء الله النهارده يبقى فيه مفاجاه يعني لجماهير إيستن كومباني ان شاء الله في ماتش الزمالك النهارده. وان شاء الله انا يعني انا بتكلم من خلال برنامج حضرتك ان شاء الله انت هتبقى البدايه ان شاء الله النهارده لإيستن كومباني ان شاء الله في ماتش الزمالك النهارده باذن الله. بإذن الله كل التوفيق أكيد لكلا الفريقين. ولكن هتكلم مع حضرتك، أكيد الكابتن علي عبد العال يعني مذاكر نادي الزمالك كويس، اتفرج عليه في اللقاءات الأخيرة، بيعرف مع يعني مصادر القوة ومصادر أيضا الضعف أو يعني الأمور الغير جيدة في نادي الزمالك. ومعروف عن الكابتن علي عبد العال دايما أن هو بيميل إلى المدرسة الدفاعية، ولكن بتشوف بعض المباريات بيكون دايما فيها مفاجآت قدام الفرق اللي بتبقى خطوطها مفتوحة ورا. أكيد طبعا مش هتفصح عن خطة اللقاء، ولكن أنت عندك أكيد يعني بعض الأمور الفنية اللي بتطمنك شوية بحكم تواجدك في الفريق. والله الا كابتن علاء انت بتشوفه اصلا يعني طول عمرنا عارفين كابتن علاء في متوشه الاهلي والزمالك بيبقى ليه شكل تاني غير المتوشه الثانيه، بيبقى ليه استعدادات خاصه يعني للمباراه ديت، وهو مركز قوي في ماتش الزمالك ومتابع الزمالك المتوشه اللي فاتت. وان شاء الله النهارده زي ما قلت لحضرتك ان شاء الله باذن الله يعني يبقى في مفاجاه النهارده إيستن كومباني على الزمالك باذن الله ان شاء الله. طيب رب اسال حضرتك مع دور الاداره، واكيد حضرتك المشرف العام على الكره في نادي إيستن كومباني، يعني هل في مكافآت استثنائيه ولا نفس اللائحه الخاصه بكل المباريات، ولا انتوا عاملين لائحه خاصه امام الفرق يعني اللي بتبقى متصدره الدوري زي الاهلي والزمالك؟ لا والله احنا عاملين اللائحه هي كويسه قوي للعيبه، بس احنا عاملين ماتش الاهلي والزمالك مكافآت خاصه ليهم الماتشين دول. ماتش كبير زي الزمالك لازم يتعمل لهم مكافاه خاصه طبعا. عاملين لهم 30,000 كل لاعب ان شاء الله لو كسبوا النهارده. ده مباراه الزمالك والاهلي بس يعني. وان شاء الله يعني احنا برضه هيبقى في ان انا وعدتهم من امبارح في التدريب ان شاء الله يبقى في حاجه اضافيه كمان عن المكافاه الخاصه ديت. وعدتهم بيها ان شاء الله، بس ربنا يكرمهم بس في الماتش اللي هو بتاع النهارده هو، وان شاء الله كل حاجه بتاعتهم موجوده يعني ما فيش لعيب اتاخرنا عليه في اي حاجه، رغم ان احنا اخر الدوري بس ما فيش حاجه واقفه وكل حاجه ماشيه بانتظام. وان شاء الله النهارده هيبقى في دفع كبير للعيبه ان شاء الله ان هي تعمل ماتش كويس قدام نادي الزمالك، وربنا يكرمنا النهارده. نادي الزمالك طبعا فريق كبير، واحنا كنا نتمنى ان احنا يعني احنا بنحب نتفرج عليه بس يعني. فاحنا نتمنى النهارده ان احنا نعمل ماتش كويس قدام نادي الزمالك تبقى دي البدايه لإيستن كومباني ان شاء الله في الدوري ان شاء الله رب العالمين. وده اللي احنا دايما بناكد عليه في الاستوديوهات التحليليه او في البرامج، المنافسه دايما من خلال ال 90 دقيقه اللي بيكونوا في ارضيه الملعب. اروح مع حضرتك للملف الاخير، ملف الصفقات داخل نادي إيستن كومباني، تعلق عدد من اللاعبين. يعني هبداهم مع محمد ناصر مودي، واحد من نجوم الفريق دلوقتي بالاضافه الى المحترف التونسي فراس بن عيفيه. الاثنين تلقوا بعض العروض، نادي إيستن كومباني مستمر في التعاقد مع هؤلاء اللاعبين، ولكن ولا عنده نيه ان هو ممكن يفرط فيهم بنهايه الموسم. ايضا الموقف الاخير بالنسبه للاعب المعار من نادي سيراميكا كليوباترا اوفا اللي بيتالق بشده في مركز الهجوم، هل هيستمر مع الفريق ايضا الموسم القادم؟ هيعود لناديه؟ ممكن يخلص الموضوع بصفقه تبادليه او صفقه ماليه مع نادي سيراميكا؟ الموقف بشكل عام عن الصفقات. الاول اكلمك عن موقف احمد امين اوفا. احمد امين اوفا كان لاعب في شرقيه الدخان، كان ناشئ من كان موجود في شرقيه الدخان، كان موجود في الدرجه الثالثه معانا، وكان جايب 27 هدف. اتباع لسيراميكا من الدرجه الثالثه ب 2 مليون، كان يمكن اغلى لاعب في الدرجه الثالثه كان اتباع، كان احمد امين اوفا.
ادى لي سيراميكا ب 2 مليون، قعد طبعا معاهم موسم ونص حتى هم اعاروه للمقاصه 6 شهور ما لعبش برده، كان في سيراميكا ما لعبش. بس انا والله انا يعني انا عارفه، انا كنت متابعه وكان موجود معايا في الفرقه من اول ما جينا وانا عارف امكانياته، فطلبته ان انا اجيبه اعاره عندنا. مع اني لو كنت طلبت لو كنت حطيت البند الشراء دوت في عقد اللاعب كان النادي هيوافق، لان كان في الفتره دي ما كانش بيلعب في سيراميكا، ما كانش ليه تواجد يعني، حتى كان بيتمرن لوحده ما كانش بيتمرن مع الفرقه. فلما جه طبعا الحمد لله ناس كتير بتتكلم عليه، وانديه كتير بتتكلم عليه، كفايه ان كابتن احمد حسام ميدو طلع واتكلم عليه، وفي انديه كتير كلمتنا عليه، حتى لما بنتكلم مع سيراميكا لقيناهم بيتابعوا معاك دلوقتي وبيتصلوا بيه وبيتابعوا معاه كتير. فهي دي هو موجود عندنا اعاره. طبعا احنا حطينا في نسبه البيع اللي احنا ما بعناش سيراميكا من الدرجه الثالثه في نسبه 10%، بس احنا يعني احنا كنا نتمنى يعني اللي انا وانا بجيبه من سيراميكا ان انا كنت احط بند ان انا فعل بند اللي هو الشراء دوت، وكنا نحط المبلغ. هي ما عاملين مع فراس دلوقتي، فراس احنا جايبينه اعاره بس بنيه البيع. طبعا بعد ما اللاعب تالق واللاعب انديه كتير برضه بتتكلم عليه، احنا فعلنا بند الشراء خلينا 5 سنين معانا دلوقتي. بالنسبه للاعب احمد ناصر مودي دوت، ده لعيب من نادي النصر جايبينه 5 سنين موجود معانا، لعيب 2001. اول ماتش لعبه مع المقاولين منتخب، راح منتخب الاولمبي، وهيبقى حاجه محترمه ان شاء الله الفتره اللي جايه لنادي ايسترن كومباني ومنتخب مصر ان شاء الله. لعيبه من عميده منتخب مصر الرئيسيه باذن الله الفتره اللي جايه. يعني لو جات لهم عروض مكملين ولا ممكن تفرطوا فيهم ولا هتشوف الموقف؟ لا، اي لاعب هيجي له عرض انا بقول لحضرتك من خلال البرنامج بتاع حضرتك احنا مش هنقف في طريقه يعني ان شاء الله رب العالمين. بشكر حضرتك الحقيقه على كل يعني الاخبار الحصريه اللي يعني اتكلمنا فيها، وايضا استعداداتكم لنادي الزمالك. كان معانا في هذه المداخله الهاتفيه المشرف العام على الكره بفريق ايسترن كومباني المهندس خالد عباس، اتكلمنا عن بعض الامور